ادري ما يستريح حتى يعيش بواقعية، لا رضيت بواقعيتك صح، كون عنك راضي. مع اني تعرضت لنقد بناي لكن ما التفت له، يقولون انت ما تعرف تصور، انت رجال يومياتك فاشلة. قلت انا وش اسوي بكم، انا وش اسوي، اسافر لندن عشان اصور لك برج لندن عشان تقولوا يا الله واو نايس الورع شبعان مسافر، وش علي الملازيم يا درج الموتر انا مليان دراهم والموتر جديد 19 يمديني اطير في الدرت اللي انا ابيها. بس يلا يجيل كل يبحث عن راحته، كل يبحث عن راحته. اذا سنباتي ما عجبتك طبيعي الموضوع ذا، من حقك انها ما تعجبك. يمكن كنت تتوقع اني اظهر بمنظر ثاني ولا بشيء ذا، من حقك، من حقك علي الحرام انه عايدي. لو جاني واحد قال ميدي يا ابو محمد انا بحذفك لاني ماني متقبلك في السلام، بس اني متقبلك في الحياه الواقعيه، بقول حقك. يعني الوضع ايزي عايدي والله العظيم. يا يا جيل كل اللي جو يا الربع، والله العظيم كل اللي جو. في ناس ما يحبون اليوميات اللي زي كذا، يحبون يوميات ثانيه، ما يزعل الموضوع مره، ما يزعل اخوي. ما عجبتني تصويرك، مو بزين محتواك، مو بعاجبني انا والله. انا بعلمكم حاجه يا رجال، انا تدرون اني ماخذ السناب على يوميتي اللي واجهت عيني اصورها، هذه يوميتي انا كذا، انا كذا حياتي. اروح اقابل وش اسمه رفيقي فلان اصور معه، اصور عند حلالي مره قالوا يا ولد انت مره كنت ساحب عليكم يوم كامل، والله ان صراحه اني مقصر معكم. الا فريق الدعم يهد علي، نواف يهد علي وفلاح يهد علي وسالم يخانقني يا ولد متابعينك متابعينك متابعينك، والواوي يهد علي وقعقوري. قلت يا رجال انا مشغول، انا عند حلالي. كنت ذاك اليوم عند الحلال وكان عندي شغلة مهمة جدا جدا جدا، فاضطريت اني اصور عند الحلال. كل ما جيت اتهرج قالت الشعب قلت يا ليل السلام، هذه طبيعة. واحد يقول لي تصور حوار ويرضى عمه، طيب ايش فيها؟ اثقف الناس، يمكن ناس، يمكن في ناس ما عندهم ابن ما قد شافوا حوار يرضى عنك، جيت انا وريته طبيعي. فالموضوع ابدا ما يزعل ان لا جاء شخص قال سناباتك ما زينه، عادي عادي والله ان الموضوع ذا ما يزعلني. وعندي قناعه ان من حبك جاسمع، عادي طبيعي الموضوع عادي. بس اهم شيء لكل من يعز بهاجل اكلبي ويقدر بهاجل اكلبي وش اسمه، لا تصدمون الناس، لا تصادم. أنا تلقى أحد يسبني لا ترد عليه.